arterial management tunnel كان برضه medium and it was considered high on building average. آخر شيء بدي أحكي إنه لو إحنا طبقنا أي هاي البدائل كان إحنا لازم ناخذ into consideration the short or medium term. ممكن لو خلينا الـ TSM زي ما هي كانت ما راح تخدمنا على المدى الطويل. لهيك كل البلديات كان لازم تفكر أو إذا عندها هيك مشاكل تفكر بـ non-traditional solution عشان تحل هاي المشاكل على اللونج تيرم. بس إذا بدها تحل هاي المشاكل كان لازم أو لازم تاخذ in depth economic and environmental impact assessment studies for detailed design for the alternatives. شكرا لكم. شكرا للمهندسة دينا. الآن المحاضرة للدكتور عصام الخطيب. Safety of construction workers in South Bank of the in the south of the South Bank, Palestine, reality and challenges. دكتور عصام أستاذ مشارك في معهد الدراسات البيئية والمائية جامعة بيرزيت، متخصص في الهيدروليكا، باحث في مجال إدارة النفايات الصلبة والخطرة، باحث في مجال السلامة المهنية، عضو هيئة تحرير لأربع مجلات عالمية، نشر العديد من الأوراق العلمية في عدة مجلات عالمية، أنجز العديد من المشاريع البحثية والاستشارات الفنية محليا وإقليميا. دكتور عصام تفضل معك 20 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بالنسبة لموضوع سلامة العاملين في قطاع البناء في جنوب الضفة الغربية في فلسطين، واقع وتحديات، هذا الموضوع بالتحديد يعني كلما تعرض له الباحثون في مجال الهندسة المدنية. طبعا هذا القطاع يعني نعلم أنه قطاع البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أكبر القطاعات الصناعية وأعلاها في معدل الحوادث، والعاملون في قطاع البناء هم الفئة الأكثر عرضة لأمراض المهنة، وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية أعطت الأولوية لإنجاز المشاريع، وربما كان ذلك على حساب السلامة المهنية في مواقع العمل. نسمع بين الفينة والأخرى عن سقوط أحد العمال وإصابته بإصابات بليغة أحيانا، وفيات أحيانا، نزول أحد المباني على العاملين أحيانا، حدوث خلل في موقع البناء أدى إلى إصابة العديد من العاملين. وبالتالي هذه الأشياء وهذه المشاكل التي يتعرض لها العاملون جديرة وهامة ومن الضروري بحثها والاهتمام بها. نعلم أنه يعني قطاع الإنشاءات متعدد ومتنوع، ما بين حفريات، ما بين تسلق أعمدة، ما بين السير على الجسور، ما بين حفر، ما بين رفع، وما بين أعمال خلط الباطون وما إلى ذلك. وإذا لاحظنا من الصورة يعني معظم مواقع البناء هي يعني فيها احتمالية الخطر عالية جدا، وبالتالي هذا الموضوع حساس وبحاجة إلى مزيد من الاهتمام والبحث والدراسة. الآن كثير ما يتعرض كما قلنا، وبالتالي بين الفيل والأخرى نسمع تم أخذ العمال بعض العاملين إلى المستشفيات، أصيبوا بحادث وإصابات بليغة وما إلى ذلك. الآن حدث بعد قدوم السلطة الفلسطينية يعني تحسين على التشريعات المتعلقة بالسلامة في صناعة البناء والتشييد، وصدر لأول مرة في العام 2000 قوانين خاصة بهذا الشأن. لكن المشكلة ليست في صدور القوانين، وإنما تطبيق قوانين العمل الفلسطيني لم تنجح في الحد من نسبة الحوادث في الضفة الغربية ومعدل إصابات العمل التي وقعت في قطاع البناء والتشييد. فحسب إحصائيات وزارة العمل بلغت إصابات العمل 10% 13% من نسبة الإصابات في كل القطاعات المختلفة، هذه النسبة عالية جدا، وذلك في العامين 2008 و2009. طبعا عدم وجود دراسات حول السلامة في صناعة البناء والتشييد في فلسطين، الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم تجارب العمال وتصورات السلامة في مواقع البناء في محافظتي الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية. طبعا هذه منطقة الدراسة كما قلنا هي محافظتي الخليل وبيت لحم، وطبعا تم تقدير العاملين في قطاع البناء بنحو 4250 شخص، وتم اختيار عينة عشوائية بلغ 349 عامل بشكل عشوائي. طبعا الأنشطة المختلفة التي تم أخذها بعين الاعتبار هي الأنشطة الدارجة، البناء، حديد التسليح، القصارة، تبليط، الطراشة،
تكحيل الحجر التهديدات الكهربائية والصحية. وتم تصميم استبيان لجمع المعلومات واختباره ومن ثم تعديله قبل البدء بجمع المعلومات. طبعا استبيان شمل عدة معلومات مثل معلومات عامة، الوعي والتعليم، الصحة والسلامة المهنية والاجتماعية، والتشريعات، نوع العمل، الخبرة الفعلية بالحوادث والأمراض المهنية، وتصورات العمال حول مخاطر السلام وأسبابها، وتوافر معدات السلامة وساعات العمل وبيئة العمل، فضلا عن إجراءات السلامة وخطط الطوارئ والخدمات الطبية وثقافة العمال ووعيهم وعمليات تفتيش في مواقع العمل وتأمين العمل والتأمين الصحي وعقود العمل ووعي العمال بالسلطات الناظمة. بلغ عدد المشاريع البناء التي تم مسحها 44 مشروعاً في منطقة الدراسة. الآن تم جمع هذه المعلومات في الفترة الممتدة من أيار إلى حزيران من العام 2010 وتم تحليلها. لمعرفة مدى تغيير مستوى السلامة المهنية من مقاول إلى آخر تم أخذ تصنيف شركات المقاولات بعين الاعتبار. فكان توزيع شركات المقاولات المصنفة خلال مدة الدراسة هي عبارة عن 103 شركة مقاولات، طبعا تصنيفها درجة أولى ألف أولى باء ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. الآن النتائج ومناقشتها بالنسبة لإدراك المخاطر. ينظر غالبية المستطلعين حوالي 85% بأن وظائفهم محفوفة بالخطر، يعني نسبة عالية جدا. 85% من العاملين في قطاع الإنشاءات يعتبرون بأن وظيفتهم أو مهنتهم محفوفة بالمخاطر. طبعا هذه النسبة تراوحت بين العاملين، فكان أعلى نسبة لدى عمال كحلة الحجر وبلغت 92.9%. طبعا 92.9% من العاملين في كحلة الحجر قالوا أنه مهنتهم خطيرة أو محفوفة بالمخاطر، طبعا نظرا لخطر السقوط من الصقلات غير الآمنة. أقل نسبة ما بين العمال كانت عمال التراشة لأنهم يعملون عادة في داخل المباني وبالتالي المخاطر أقل. الآن معرفة العاملين في قطاع البناء والتشييد وتصوراتهم بخصوص السلامة في موقع العمل وأسباب الحوادث. الآن في مؤشرات الحقيقة يعني في غاية الأهمية رغم بساطة الموضوع الذي نطرحه. هل يوجد موظف إسعافات أولية في موقع عملك؟ 10-11% قالوا نعم. الآن إذا تعرض العامل في قطاع الإنشاءات لحادث ما لجروح أو إصابة وما إلى ذلك، فقط 11% أفادوا بوجود موظف إسعافات أولية. هذا مؤشر خطير جدا. فعادة كثير ما يتعرض العاملون في قطاع الإنشاءات إلى إصابات قد تكون طفيفة متوسطة أو كبيرة، وبالتالي الوضع لا يبشر كثيرا. هل تتوفر مواد الإسعافات الأولية في موقع العمل؟ 69% أفادوا لا، تقريبا يعني 31% إما قالوا نعم أو لا، قالوا لا أو لا يعرف. معنى ذلك لا يعرف بوجود إسعافات أولية، غالبا عدم وجودها. وهذا كذلك مؤشر خطير جدا. إذا أصيب أحد العمال لا توجد إسعافات أولية في 40% من العاملين. لماذا لا تستخدم أدوات السلامة؟ الآن 36% لا تتوفر، يعني لا تتوفر أدوات السلامة أو أدوات معدات الوقاية الشخصية. إذن أين دور وزارة العمل؟ أين التفتيش؟ أين القوانين التي وضعت لحماية العاملين؟ أو أنها غير ملائمة أو خارج الخدمة، يعني تلفانة أو غير مناسب وما إلى ذلك، وبالتالي لا أعرف كيف أستخدمها. نسبة حوالي 11%. لا أرغب في استخدامها 16%. أسباب أخرى. الآن من الملاحظ يعني نسبة عالية جدا لا يستخدم أدوات السلامة. هل عانيت من حوادث عمل؟ تقريبا 35% من العاملين أصيبوا بحوادث عمل، وهذا كذلك مؤشر خطير جدا. المخاطر الرئيسية، ما هي المخاطر الرئيسية التي ممكن أن يعني تصيب العاملين؟ خطر حصول الحوادث. معظم العاملين خائفون من خطر حصول الحوادث، بينما فقط حوالي 5% أشاروا إلى الأمراض المهنة. ما هو السبب الرئيسي للحوادث؟ سألنا الأشخاص الذين أصيبوا بحادث، ف 31% الإهمال، 22% تقريبا الافتقار لإجراءات السلامة، الإجهاد بسبب العمل الإضافي الزائد، الافتقار للخبرة، والافتقار لصيانة المعدات وغيرها من الأسباب الأخرى. الآن علاقة درجة تصنيف المقاول بالتوعية بأمور السلامة. هل يكون مشرفك المباشر بالتوعية بأمور السلامة من خلال تهدئتك لعملك؟
طبعا حسب درجة أولى وما إلى ذلك. في النهاية غالبا حوالي 45% فقط من يكون بتوعية العمال العاملين لديه، وبالتالي حوالي 55% إما يتلقون يعني أحيانا أو لا يتلقون أي توجيه بشأن السلامة العامة. الآن ما هو الدور؟ يعني أكبر شخص ممكن أن يؤثر ويسهم في تحقيق السلامة في الموقع، أكثر شيء كما هو لاحظ بالنسبة الإجمالية هو مراقب العمل. يعني قالوا بأن مراقب العمل هو أكثر شخص فعال ممكن أن يسهم في تحسين السلامة المهنية في موقع العمل. الآن الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز الوعي تجاه السلامة المهنية، أفاد تقريبا حوالي 48% من العاملين بأن التدريب في مجال السلامة والتعليم هم الأساس في رفع مستوى السلامة المهنية، كذلك التواصل مع وما بين العاملين والتفتيش. ومع ذلك لم تكن هذه الاستراتيجيات مستخدمة على نطاق واسع في واقع العمل، فقط حوالي 16% من العاملين حصلوا على تدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية. إذا نكاد نقول أن هذا القطاع شبه مهمل بين العاملين. 92% منهم ذكروا تعزيز السلامة أثناء العمل من قبل المشرفين عليهم، يعني أحياناً المسؤول يعني نبه انتبه إلى كذا وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة تنبيهات سريعة مع عدم وجود كما أفدنا سابقاً أنه فقط 16% قد تلقوا التدريب بشأن الحصول على السلامة المهنية. في الخلاصة أنه ينظر العاملون إلى المستوى السلامة الحالي في مواقع البناء بأنه منخفض، وأن عدم تقوية قوانين السلامة هو السبب الجذري لذلك. إن إدارة المواقع والموارد البشرية من ذوي الخبرة مثل مراقبي العمل ومسؤولي السلامة ينظر إليها بأنها لها التأثير الأكبر على سلامة مواقع العمل، كما أن مؤشرات مستوى السلامة المهنية بالنسبة لتصنيف بشركات المقاولات لا يمكن الاعتماد عليها لغايات صنع القرار. وتشير النتائج إلى أن وزارة العمل لا تولي اهتماما كافيا لسلامة العاملين في صناعة البناء والتشييد، وهذا يسمح بحدوث انتهاكات لقانون العمل كما أشار العاملون أنفسهم. ولذلك يلزم بذل مزيد من الجهود لتنفيذ تشريعات السلامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشكرا لحسن استماعكم. شكرا للدكتور عصام. يعني أنا محظوظ في رئاسة الجلسة بصراحة في التزام بالوقت، وهذا يعني بيعطي فرصة للمشاركين بمداخلات أو بأسئلة إنهم يأخذوا راحتهم. فالآن نأخذ أسماء إذا سمحتوا بالنسبة للأسئلة. نأخذ 6 أسماء. تفضل دكتور مودر. خلينا نسجل أسماء. دكتور مهندس عبد الحكيم. معتصم. السؤال. شي حد يوزع لنا ميكروفون يا شباب؟ خلاص خلاص معنا دكتور، خلاص مش مشكلة. انت شغال؟ تفضل. دكتور مندل بركات، جامعة بير زيت، كمان مرة إذا حد ما تعرفش عليه حد الآن لأن سألت قبل الجلسة. سؤال الدكتور عبد الكريم، رياض عبد الكريم، زي ما فهمت أنا هو يعني هدف البحث بيتجه في موضوع الأفوردبل هاوسينج، مظبوط فهمي أنا ولا خطأ؟ يعني كيف نتوجه في حلول خيارات مواد البناء والسيستمز مشان نقلل التكلفة؟ يعني نوصل ل خلينا نقول اوبتيمم ديزاين من ناحية هذا اختيار الشيء الأنسب بحيث يكون قليل كلفة وفعال في جميع النقاط اللي بيناها. يعني ربطنا كل يعني مش بس قليل كلفة، يعني مثلا بناء واجهات من طوب 20 سنتي قليل التكاليف لكن مش بالضبط. يعني إذا كان هذا السؤال يعني إذا كان هو مش هو الربط اللي أنا فهمته، بناء نظام الحجر بتاعنا يتناقض كثير مع الأفوردبل هاوسينج، هذا نقطة. بس حبيت أرجع في سلايد حطيته فيها الأوزان اللي بتتعلق في 7 أو 8 items. 9 items. نعم. صحيح. أنا كنت أتوقع وأتمنى إنه هذه الأوزان ينعمل عنها سيرفي أو قبل ما يعني الأوزان تنبنى على سيرفي، مش الباحث هو اللي يحطها.
أعطيك مثال اللي هو الموضوع الجمالي، يعني اختيار الحجر أنا بعتقد إلى 70% على الأقل إلى 80% من القرار بوضع الحجر، بينما في البحث محطوط له 5 أو 10% كوزن الناحية الجمالية. لا أكثر من 5%، 15 كثير قليل. هو العامل الأساسي في اختيار جدران الحجر هو العامل الجمالي، مش شيء ثاني عمليا إذا بتطلع فيه. فوزنه بعتقد لازم يكون أكثر، ووضع الأوزان لازم يكون مبني على دراسة. كان مبني على دراسة صحيح. شكرا كثير. ممكن يعني أجاوب؟ شكرا دكتور. نجاوب ولا شكرا دكتور منذر. صحيح انه البحث كان طويل، انا اختصرته بشكل كبير، يعني طلعنا هالجدولين فقط مشان نظهر النتيجه، بس فعلا هو كان مبني على دراسه، مبني على احصائيات وعلى استبيان وعلى مقابلات شخصيه حتى. يعني لما بدنا نطلع احنا على اسكان الناحيه الجماليه، انا لما بدي ابني فيلا مثلا وعندي امكانيات ماليه، صحيح الناحيه الجماليه بتهمني كثير، بس شخص بده يشتري شقة قديش بتهمه الناحية الجمالية للواجهات؟ بتهمه صحيح، بس مش هي العامل الحاسم. طبعا كمان عملنا حساب تكاليف، حساب دراسات على موضوع العزل، يعني كان يعني الدراسة شاملة، والأرقام هاي ما أجت بطريقة عفوية. في لها دور في الدراسة بأي مرحلة معينة من المراحل، لما ما سمعتش عن اي ملاحظه انه بلده نابلس كان لها دور في الدراسه. الشغله الثانيه انه الحل المقترح هو محدود ما بين الكندي ومفرع شارع عمر المختار، دوبل هذا الحل. لكن بعد شارع عمر المختار، بعد مفرع عمر المختار، في صف طويل مباني في نص بين الشارعين، اللي هو واحد اسمه شارع فيصل اللي هو باتجاه نحو الغرب، واللي مشرع اسمه شارع الحريه هلا، اسمه شارع اللي فتح جديد. فهذا الحل عباره عن حل جزئي مسافته 200 متر بس، غير قابل للاستمرار ضمن الاوبستكلز اللي موجوده حاليا. فما بعرف هل هي دراسه عملت لغرض مشروع تخرج ولا لغرض امكانيه التطبيق، او شو مدى امكانيه تطبيق الحل وتوسيعه حتى يشمل، لانه الازمه تمتد من عند مفرع الكند حتى من عند مفرع جامع السلام حتى وزاره الاشغال العامه تقريبا هناك. ف إمكانية تطبيق الحل يشمل الشارع كله، هل هي واردة ولا هي نعمل دراسة لغرض بحثية فقط؟ شكرا. دكتور سمير بتحب أنت؟ إذا سمحتوا لي ملاحظة صغيرة بس، دكتور عصام بالنسبة لأعمال الدهان أنا رأيي هي الأخطر، لأنه إحنا محل أهلي بيشتغل في الدهانات، معظم الدهينة مدمنين. تفضل. باشمهندس أنا بس بدي أعلق على شغلة الستادي إيريا اللي حكيت عنها، اللي هي بس ما بتشملش غير 100 أو 200 متر، هي كانت عبارة عن من عند جامع السلام لعند البلور، وهي المنطقة هي أكثر منطقة فيها مشكلة، اللي هي كانت بتمر بالسي بي دي إيريا وبتمر بكل الانترسكشنز اللي بتروح على اللوكال ستريت. يعني مثلا المينيموم عندنا أصلا لما طبقنا مثلا التنل كان المينيموم التال نفسه كان 720 متر تقريبا، والبريتش كان 760 متر، غير عن انه احنا نظمنا اللوكال ترافيك او الثرو ترافيك كمان، او قبل التنل وبعد التنل، او قبل البريتش وبعد البريتش. مش عارفة اذا جاوبت على سؤالك. وبالنسبة للبلدية، هو كان عبارة عن مشروع تخرج، اللي احنا عملنا مشروعين تخرج ما معرض على البلدية، بس يعني هم كان ضلوا بإطار انهم مشروعين تخرج، يعني ما نعرضوا انهم مين عمل. بالنسبة للمهندس عبد الحكيم، هو الحقيقة يعني كانت وجهة نظر العمال، يعني مش وجهة نظر، لكن في الحقيقة كما تفضلت إنه في عنا كثير من الأمراض المهنية ذات العلاقة بالنسبة لقطاع البناء والتشييد، وخاصة عنا أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي، وفي عنا الأمراض الجلدية والاضطرابات العضلية والهيكلية والتسمم، فهذه كلها من الأمراض المهنية. لكن الحقيقة إنه فقط حوالي 4% قالوا من العمال إنه يعني الخطر عندهم هو الإصابة بمرض مهني، لكن الأغلبية 96% قالوا إنه الخطر الأساسي هو الحوادث، وبالتالي الدهان يعتبر جزء من المرض المهني، لكن يعني الحوادث في الدهان قليلة، لكن كمشكلة مرض مهني الحقيقة قوية جدا وكبيرة. شكرا. شوف الميكروفون.
موضوع البلدية، احنا في عندنا سياسة في مشاريع التخرج لازم على الأقل ثلث المشاريع تكون في حتى مذكرة تفاهم مع إحدى الجهات اللي ممكن تستفيد من هذا المشروع. وحقيقة يعني عم تصدف عندنا مرات إنه ثلاث مشاريع، مش واحد من ثلاثة، إحنا عم نشرف على ثلاث مشاريع، كل مشروع من ثلاث طلاب، عم تصدف إنه ثلاث مشاريع في مذكرات تفاهم في بعضهم مع جهات تستفيد منهم، بلديات أو مؤسسات أو وزارات أو جهات مختلفة. طبعا الاستفادة أو بالتنسيق مع البلدية بيكون في أول المشروع، أخذ المعلومات اللازمة وعرض الفكرة عليهم والآخرين، وأثناء المشروع وفي النهاية بيكون جزء من لجنة المناقشة مهندس البلدية اللي له علاقة، مهندس البلدية نفسه أو مهندس المرور في البلدية إلى آخره. يا ريت كان فعلا أشير إلها. النقطة الثانية، يعني ربما فعلا المشكلة أكثر من مجرد مركز المدينة، لكن يعني غطينا أو غطوا الدراستين حوالي 700 وشوي متر. طبعا بالتأكيد ممكن يكون أطول منطقة الدراسة بمعنى تمتد أكثر، لكن على حساب سعتها الكلفة. الكلفة بنحكي عن حوالي من 12 إلى 14 مليون دولار لكل واحد من البديلين اللي هن هاي انفستمنت. اللور انفستمنت كان حوالي مليون دولار تقريبا، عملوا حساب أولي طبعا للكلفة ضمن إطار مشروع التخرج. وهذا شكرا. شكرا دكتور سمير. الآن السؤال للمهندس معتصم. أول شيء بحب أمس عليكم بالخير جميعا. المهندس معتصم خضور من مكتب ماس الهندسي. سؤالي موجه للدكتور رياض عبد الكريم بخصوص استخدام الحجر. احنا نحكي عن مباني قليلة التكلفة، يمكن هو استكمال لسؤال الدكتور منذر، مباني قليلة التكلفة وفي المقابل استخدام الحجر، واحنا بنعرف انه استخدام الحجر مكلف. سؤالي للدكتور رياض، وانا بعرف انك عندك دراسات اخرى عن استخدام الحجر في فلسطين، يعني الم يعني الاوان للبحث عن بدائل لاستخدام الحجر الطبيعي او حتى الصناعي في المباني في عنا في فلسطين؟ وهذا بكون السؤال الثاني اللي هو موضوع القوانين والانظمة المطبقة في البلديات اللي بتفرض داخل حدود البلديات استخدام الحجر في المباني بشكل عام. فيعني هل آن الأوان للبحث عن بدائل عن الحجر الطبيعي، ولا احنا في السيف سايد؟ اعتقد انه يعني كلنا لما نسافر برا بنشوف انه في مواد ثانية كثيرة ممكن تكون افضل ويكون حتى تكلفتها اقل، بس احنا انا كمهندس معماري اعتقد انه استخدام الحجر بشكل محدد إلي. يعني في مواد ثانية، ليش ما نبحث عن إشي ثاني غير الحجر؟ لكل المباني مفروض علينا نستخدم الحجر الطبيعي. من التسع السيستمز اللي ذكرتها حضرتك، بس النظام الأخير اللي حكيت إنه يستخدم في القرى اللي هو طوب 20 سنتي. طب هل يعني من خلال دراستكم بحثتوا إذا في بدائل عن هاي الأنظمة اللي كلها بالآخر الكليدنج الخارجي حجر طبيعي أو صناعي؟ شكرا لك. الحقيقة أخي معتصم، أول شيء الله يمسك بالخير. الدراسة كانت تنسجم مع الأنظمة والتشريعات اللي موجودة في بلادنا، زي ما تفضلت أنت بتعرف في البلديات موجود نص إنه لازم تكون الواجهات الرئيسية على الأقل من الحجر. هذا الشيء. الإشي الثاني انه اصبح استخدام الحجر نوع من التراث، يعني شيء حضاري موجود في فلسطين بنعتز فيه. انا لفت نظري قبل سنتين زرت ايطاليا، بعض المباني المميزه وحديثا مبنيه مصفحه بالحجر، يعني صار هذا تراثنا احنا، مصدر خلينا اقول اعجاب غيرنا من الناس اللي بدهم يبنوا. فمش غلط انه احنا نحافظ على هذا التراث او هذا الشيء، ولكن خلينا نقول بما ينسجم مع التراث والمحافظة على الناحية الجمالية للحجر. في اقتراح استخدام الحجر الصناعي من مخلفات المناشير، من مخلفات الحجر ممكن ينعمل حجر صناعي. وأنا متأكد إنه كثير من الزملاء اللي موجودين إذا بيستعرض واجهات لا يمكن يميز إنه هذا حجر طبيعي أو حجر صناعي، ومواصفاته بعد الفحص يعني كثير منافس خلينا نقول لبعض انواع الحجر. يعني بتقول حجر قباطي، ما الحجر الصناعي مواصفاته الفنيه احسن من حجر قباطي، فهمت علي؟ وبكلفه قد تكون نصف كلفه الحجر الطبيعي،
فهذا حل وارد. وبعدين غير هيك يعني هذا خلينا نقول الدراسي يعني ما احنا جبناها نتيجة استطلاع استبيان لمقاولين لأصحاب مكاتب هندسية لمالكين أخذنا عينات، ونتيجة الاستطلاع بتبين أنه الرغبة هيك موجودة. شكرا دكتور رياض. أنا صحيح بدي أضيف على اللي تفضل فيه دكتور رياض، يعني إحنا بنحكيش على استبدال الحجر بشكل كامل، الحجر ثروة موجودة في البلد يعني من حقنا نستفيد منها. يمكن لو بدنا نبني خشب، إحنا في لحظة من اللحظات عملنا 3 غرف خشب في البوليتكنيك، لأنه كان البنى الخشب كان بدوش ترخيص من الإسرائيليين، فلجأنا لهذه الطريقة. يمكن كلفونا 3 غرف خشب أكثر من لو بدنا نعمل أحسن فيلا يعني. يلا الخشب مش متوفر عندنا، متوفر برا. الطوب يعني ما في حدا فينا بيشتري دونم أرض في نص روم الله نص مليون ولا مبلغ معين عشان يجي يبني طوب مبنى رخيص التكاليف. طوب الطوب ممكن تستخدمه، بس برضو تسمح لي دكتور محمد مش الناحية الجمالية فقط، أقول لك ديمومة الحجر بعد ابنك دكتور محمد عشان تفضل. أنا يعني أنا بس بحكي زي ما بيحكوا الآخرين، أنا ما بحطش يعني بحطش إشي في ثم حدا، بس يعني تنظيمات البلديات الإجراءات والأنظمة والقوانين بتقول إنه في مناطق بده يكون لها تصنيف معين، لها متطلبات معينة. هلا أنت في أماكن ثانية لها متطلبات أقل بتقدر تروح عليها، بدك تبني طوب تقدر تبني طوب، بدك تقدر. اليوم في مباني متعددة الطوابق من البوليسترين، بوليسترين بس بوليسترين 3-4 طوابق مباني بالبوليسترين، كل اللي موجود عندك كولومز وبس عندك بوليسترين. هلا البوليسترين بجوز يطلع عندنا غالي أغلى من الحجر كمان يعني، هلا هذا يعني في مناطق يعتبر رخيص التكاليف. انت بدك تطلع على شو المواد المتوفره محليا عندك. الحاجه الثانيه ملاحظه للدكتور عصام، دكتور عصام يعني استهدفت جنوب الضفه الغربيه، هذه مشكله بصراحه. انت يعني انت كانه العمال في جنوب الضفه الغربيه هم اللي عندهم مشاكل يعني في السلامه والامن الصناعي، وبعدين في الشمال مش موجوده المشكله هذه. خلاص طيب لا 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 ما ليش، بس يعني هذا نوع من الكسر، كسر للجمود. دكتور مندر كان في عندك شيء بدك تضيفه؟ عفوا هو العنوان شوي يعني بده تعديل لانه مشاكل في الخليج الموجوده في الموضوع. بدك تعاود تولع انت صحيح موضوع السلام، انا كنت اتمنى من دراسه احصائيه بشكل عام. لازم دراسه كلها وجهين، الوجه الاخر اللي هو يعني في الخلاصه والنتائج والدروس المستخلصه في موضوع السلامه اللي هي بنسميها عن الريكومنديشنز، يعني ما شفت انه في هناك تشديد على مطلب انه يكون في سيفتي انسبكتور في كل بلديه، انه في او وزاره الاشغال. وزاره الاشغال الطاقم الموجود فيها ما بطيق على كل المشاهد، على الاقل منطقه رام الله هذا واحد، خصوصا عدد الانسبكتورز وزياراتهم الى اخره، والناس اللي بينزلوا للزياره مرات هم اللي بيعملوا مشاكل. نزلت صبيه على موقع في مجتمعنا فعلا، وانا كنت شاهد عيان، انه تسببت في حادث لانه العامل بطل ينتبه للشغل. ف يعني هاي الواقع. المقصود من تعقيبي انه احنا كنقابه كجسم هندسي يتم التجديد انه يكون في سيفتي انسبكتور في كل بلديه متخصص في هذه المواضيع. الاحداث المشاريع عم تكثر والاحداث عم بتزيد وكثير من نقاطك. شكرا كثير. شكرا. سؤال اخير للدكتور سمير ممكن؟ مهندس حسين احنا دخلنا على وقت المحاضرة التالي، بس بسرعة دكتور سمير. بسرعة لازم اقول واذكر انه كانت نحكي الحكي اللي انحكى الصبح بالنسبة للإيرثكويك إنجينيرينج اللي عمال بيحكوا عنه بتصير متطلب بالبلد، فما بنقدر نحكي على نوع الواجهات حجر بطون مش معرف ايش بدون ما نفكر من ناحية سايسميك. هلأ الواجهات الحجرية العمال بتصير حاليا زي ما انا بشوفها هذه ماس كبير
استفنس الله يبعث داكتيليتي معدوم. وهذا شو بتسوي بالناتشورال فريكوانسي الفاندمنتال فريكوانسي؟ بتنزلها. ووقت ما تنزلها هلا دكتور عبد الرزاق بده يوافق معي اكيد انه بده يعني يكون مشكلة. تأثيره سلبي على المنشأ. فمعناته هيك نحن هذه الحيطان الحجر اللي هي انفل بالموديل العمال تنبنى هذه حقيقة مش صحية. إذا بدنا نفكر داينامكس، أنا لا عمل بفكر جمال ولا بفكر إشي تاني ولا كوست، أنا بفكر يمكن لونج تيرم كوست اللي هو السايسميك. العمال بيصير حاليا هو مش صح من وجهة نظر مطلقة سايسميك. فكنت أقول زميل الدكتور رياض يا ريت كان هذا نوع من الفاكتورز اللي أخذتوه بعين الاعتبار. كان